نتكلم عن أولى المطارات التي أنشئت في كوكب الأرض، أنشئت في هذا المكان. ما يميز هذا المكان، وربما هذه معلومة أخرى تضاف إلى المشاهد الكريم، أن هذا المكان هو أأمن مكان تهبط فيه الطائرات وتقلع منه الطائرات، لأن هناك بعض المؤثرات الجوية التي تثقل تحركات الطائرة وتحد من مناورتها غير موجودة في مطار ذي قار. يعني في مو مش مطار ذي قار، في كل أجواء ذي قار أجواء آمنة للطائرات، ليست فيها أي مؤثرات جوية سلبية. كل ما يتوفر في أجواء ذي قار هو أجواء إيجابية، بمعنى أن السومريين لما استقروا في هذه الأرض كانوا يعلمون تماما أن هذه الأرض بأجوائها هي أجواء ملائمة للتحليق في الفضاءات، وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى. والسومريين أول من اكتشف الكوكب رقم 12 الذي اعترفت به وكالة ناسا الفضاء قبل بضعة أيام، والذي أطلقوا عليه نيبيرو، ويدور حول كوكب حول الشمس ب 3600 سنة كل دورة. يعني بمعنى يسمون السومريين يسمون هذه الدورة باللغة السومرية يسمونها سار، S-A-R. صامويل كريمر ارتكب خطأ كبير عندما أشار إلى الآلهة السومرية الليل وغيره وعشتار وغيره، أطلق عليهم اسم آلهة وهم بالحقيقة مو آلهة. ترجم كلمة أنناكيز بالخطأ، أنناكيز يعني معناها الملائكة. الملائكة كانوا يطيرون بجناحين وبثلاثة أجنحة وبأربعة أجنحة وكلهم سومريين، والحديث عن هذا الموضوع طويل وعميق وربما لا يعلم.